اكيد طبعا الحمد لله مستعدين كويس واشتغلنا كويس الفتره اللي فاتت و يعني عارفين اهميه الماتش وان شاء الله بكره ان شاء الله اللعيبه كلها تقدر تقدم مستوى كويس ويبقى التوفيق معانا ان شاء الله باذن الله. اكيد مش في خط الوسط بس، احنا عندنا غيابات في يعني في اطور في جميع المراكز، يعني بتمنى الشفاء طبعا لكل اللعيبه، كلها لعيبه كبيره ولعيبه مؤثره طبعا، بس البركه ان شاء الله في الناس الموجودين وان شاء الله الموجودين بعد على قدر المسؤوليه باذن الله، والتيم كله جاهز باذن الله ونقدر نفرح بكره جمهورنا ونادينا ان شاء الله بمكسب كويس. يعني مهم جدا جدا جدا، يمكن اهم ماتش في البطوله، يعني الخطوه ديت هي اللي هتوصلك لقبل النهائي ماتش بكره، فكل تركيزنا عليه، واحنا بطوله افريقيا طبعا بالنسبه لنا الهدف الاكبر، واحنا ان شاء الله نفسنا نحققها السنه دي، فاهم خطوه بالنسبه لنا بكره، بنفكر في بكره ان شاء الله عشان بكره يوصلنا لقبل النهائي وان شاء الله بعد كده النهائي، فان شاء الله بكره نبقى يعني بتمنى التوفيق من ربنا وان شاء الله اللعيبه كلها تبقى في اعلى تركيزها وان شاء الله نبقى موفقين ونقدر نفوز باذن الله. اكيد طبعا مبسوطين طبعا، ان نفسنا في الجمهور يبقى موجود من زمان، وقت طويل ما لعبناش بجمهور، وخصوصا لما يبقى جمهور النادي الاهلي، يعني جمهور النادي الاهلي على طول ورانا وعلى طول بيساندنا، ويمكن احسن جمهور في الوطن العربي كله، فان شاء الله باذن الله يبقى دافع لينا وان شاء الله يبقى يدينا ثقه وحافز ان شاء الله ان احنا بكره نفرحهم باذن الله ونكسب.